أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكرا وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا طائركم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا ليت قومي اتبعوا المرسلين. اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مهتدون. وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون.
liyakulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yaskurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul laylu naslahu minhun nahar fa'idahum mudlimun. Wasamsu tajri li mustaqari laha zalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qadarnahu manazila hatta azaka al-urjunil qadim. Lal samsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala laylu syambikun nahar wa kullum fi falaki asbahun. Wa ayatul lahum anna hamalna durriyatahum fil fulkil mashun. Wa harakna lahum mimislihi ma yarkabun. Wa inna sanugrikhum pala sarihu lahum walahum yungkidun. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Wa idha kila lahum muttaqaw ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَاتٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَن At'amahu in antum illa fi dolalim mubin. Wa yakuluna ma tahadal wa'du in kuntum sadikin. Ma yanduruna illa sayhata wahidatan ta'khuduhum wa hum ya'isimun. Wa la yastati'una tawsiyata wa la ila ahlihim yarji'un. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ jami'un ladayna muhdarun. Fal yawma latun lamu nafsun say'aw walatun zawna illa ma kuntum ta'malun. Inna ashabal jannatil yawma fi sugulin fakihun hum wa azwajuhum bidilalin alal ara'iki muttaqimun. Lahum fiha fakihatu wa lahum salamun kaulam min rabbil rahim. Lam tajul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa ani'buduni hadha siratun mustaqim. Qad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun. Islawha al-yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasya'u lakumasa ala a'yunihim fasabaku sirata fa'anna yubsirun. Walau nasya'u lamasya'na'um ala makanatihim famastata'u mudiya wala yarji'un. Wa manu amirahunu nafisu filhalki afala ya'kibun. وَمَا أَلَمْنَهُ سِعْرًا وَمَا يَنْبَغِي لَهُ
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقناه من نطفة أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وتهود من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يهجنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا إنسان أنا خلقناه من نطفة فهو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم هو يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من السجاد الأخضر نارا فإذا أنتم وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يكون مثلهم بلى من الخالقين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.